حيان قضية تغير المناخ وتأثيرها على اقتصاد الدول من أبرز الموضوعات اللي هيتم مناقشتها خلال القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد في فرنسا. يمكن مصر ليها دور فعال وفاعل في هذا الملف على مستوى الاقتصاديات الناشئة بشكل عام، بما يساهم أيضا في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية. خلونا نتكلم عن هذا الملف بشكل أكثر تفصيلا مع الدكتورة نهى سمير، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك وأهلا. كيف انعكست أزمة التغيرات المناخية على الدول النامية والأقل نموا؟ طبعا انعكست ان هم اكثر البلاد المتاثره بالاضرار الخاصه بالتغيرات المناخيه هي الدول الناميه، وبالتالي احنا نجحنا الحمد لله، ومصر نجحت، وقياده سياسيه نجحت جدا في مؤتمر COP27 انها تاخد الموافقه من الدول المتقدمه انها تعمل صندوق الخسائر والاضرار. معناها انهم اعترفوا ان في تاثير جامد جدا من الثوره الصناعيه في هذه الدول على الدول الناميه، وانهم المفروض يعوضوا هذه الاضرار والخسائر بتمويل خاص من هذه الدول الى الدول الناميه. فده كان اكبر انجاز خاص بCOP27، واعتقد ان المؤتمر فرنسا حاليا هيناقش هذا الموضوع، وازاي يتم تفعيل هذا الصندوق، وازاي يبقى تحت ايه الخطه التنفيذيه لتمويل الصندوق، وايه الدول المتقدمه المفروض تدفع قد ايه، وتحط يحطوا خطه فعلا خلال الفتره القادمه لتمويل هذا الصندوق. خليني اتكلم مع حضرتك في هذه النقطه دكتوره نهى، يعني فيما يتعلق بCOP27 زي ما حضرتك تفضلت بذكر، الحقيقه هذه القمه نجحت في فكره ان يكون هناك صندوق للخسائر والاضرار. هذه القمه ايضا في فرنسا ستذكر ايضا بما خرج من COP27 في هذا الاطار. هذا التذكير او ما يتعلق بصندوق الخسائر والاضرار والذي تم الموافقه عليه الحقيقه بعد اكثر من قمه للمناخ، إلى أي مدى هناك إحاطة للعالم بأن هناك ضغوط اقتصادية على الدول النامية سببها الأكبر هو الدول الكبرى، وإلى أي مدى الرؤية التي ستقوم بتقديمها مصر يعني في هذه القمة ستدعم هذا الجانب؟ طبعا حاليا طبعا احنا شايفين قد ايه في تغيرات مناخيه واضحه التاثير، سواء كانت على الدول الناميه وكمان اسر التاثير الى الدول المتقدمه. وبالتالي هي اعتقد انهم على قناعه تامه ان دي لازم يساهموا في هذا الصندوق حفاظا على بلادهم وحفاظا على الدول الناميه من الاضرار الفادحه اللي تم نتيجه التغير المناخي. ثانيا ان هو في COP27 الحمد لله تم تقديم اكثر من ورك شوب واكثر من ريبورت وتقارير خاصه بالاضرار الكميه والخسائر بالاموال الناتجه من هذه الاضرار، وبالتالي عندهم دلوقتي قناعه كافيه جدا انهم لازم يمولوا هذا الصندوق، لازم يدخل في حيز التفكير. لو حضرتك تكلمينا عن مسؤولية الدول الكبرى أو المتقدمة في مساعدة الدول النامية في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية واللي مصر بتنادي بيها يا دكتور. ليها مسؤولية جامدة، لأن هما حصل ثورة صناعية كبيرة وتقدم صناعي فيهم، وبالتالي التأثير إحنا أكثر الدول المتأثرة وهم أكثر الدول المؤثرة في هذه الظاهرة. وبالتالي إحنا عندنا سواء كانت في ارتفاع منسوب سطح البحر، في غرق أماكن كتير على الشواطئ، في ارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات وتأثير التركيب المحصولي، زي ما إحنا شايفين الفترة اللي فاتت بالتركيب المحصولي سواء في محصول المانجا ومحاصيل أخرى والفراولة وكذا محصول. وبالتالي إحنا عندنا أضرار، والحمد لله إحنا عندنا جهات علمية كتير قوي يعني حسبت هذه الأضرار بالأموال المفقودة والتأثير، وده لازم ده يحط مسؤولية جامدة جدا على الدول المتقدمة إنها تعوض الدول النامية عن هذه الأضرار اللي هم أصلا كانوا سبب فيها وكانوا أكثر الدول تأثيرا فيها. هذه اللقاءات يعني سواء كانت الجانبية البينية في القمة بين الرؤساء أو هذه القمة بشكل عام وما سيتلى من أو سيتم تقديمه عفوا من أحاديث وخطابات، إلى أي مدى ستساعد مثل هذه اللقاءات أو قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في حث الدول على التكاتف لمواجهة أزمة المناخ؟ طبعا اللقاءات مهمه جدا، وتبادل الاراء وتبادل التقارير المختلفه من الدول، وكمان COP27 اضاف وعي كامل لهذه الدول، وشافوا يعني في اكثر من ورك شوب وانا كنت حضرت وشفت قد ايه هم شافوا يعني ولمسوا هذا التاثير الضار. وبالتالي اعتقد ان متفائله جدا ان يكون في نتائج كبيره من هذا المؤتمر في فرنسا ان شاء الله نتيجه اللقاءات بين القمم ومن الدول. دعيني أتحدث معك عن القارة الإفريقية، يعني ربما هي الأكثر أو ستكون الأكثر تأثرا من التغيرات المناخية دكتورة نهى،
لو مزيد من التفاصيل عن تأثر القارة الإفريقية بتغير المناخ، وأسألك هذا السؤال على هامش يعني وجود عدد من الرؤساء من القارة الإفريقية ووجود مصر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عفوا الذي دائما يضع اهتمامات القارة الإفريقية على رأس أجدته في المحافل الدولية. طبعا احنا دلوقتي مصر هي الشقيقه الكبرى للقاره الافريقيه، وكان في اكثر من مبادره لمساعده الدول الافريقيه في تجنب التغيرات المناخيه ورفع الوعي البيئي خاصه بيهم. يعني احنا مثلا جهه بحثيه عملنا كتير سفراء المناخ الافارقه، وخدنا معانا اكثر من 50 دوله افريقيه مندوبين منها، ازاي احنا نوعيهم بالاخطار وازاي هم يحسبوها ككميه وكنوعيه هذه الاضرار الخاصه بيهم وازاي يظهروها للعالم. هي كانت المشكله ان ما فيش تقارير وافيه عن هذه الاضرار والاثار، وبالتالي احنا مصر بتتبنى رفع الوعي البيئي للقاره الافريقيه، ازاي احنا بنعلمهم ازاي يدرسوا الظاهره زي ما عملنا في مصر بالضبط، وازاي يحطوا استراتيجيه لتغير المناخ في دولهم. وده كله ان شاء الله هيظهر في المؤتمر، وكنا كان في اكثر يعني لسه كان في لقاء في وزاره الري عن التغير المناخي في افريقيا والتاثيرات والمياه وتاثيرها خاصه المياه. دكتوره نهى، طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني انا اسفه الصوت كان بيتقطع، ولكن انا ساكتفي بهذا القدر. بشكرك دكتوره نهى سمير عميد كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه على كل هذه التوضيحات، شكرا جزيلا لك.